بدايات اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هادشي شباب هاد الطريقه ديال الخدمه ديالنا. اهلا وسهلا كبيدات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير هانيين ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم في فيديو جديد. سمحوا لي بزاف كبيدات ديالي انني تعطلت عليكم، محطوطين الموبايلات من هذا شحال، ولكن المشكل اللي كان عندي هو لي زاجونس البنات راهم كانوا محبسين في الخدمه، نتوما عارفين ان العطله ديال العيد الكبير كيشدوها شويه طويله، خدا في شهر. يلا فاش بداو تقريبا واش الجمعه ولا جات مع السبت والحد. والمهم انا يلا صورت تاع الموني، قال لي احنا بدينا عاد صورت لا بوست، كانوا بادين ولكن تيكون شويه الثمن زيود على لاجونس. المهم كبيدات ديالي، قبل ما نبدا معكم الموديلات ديال اليوم الحبابات ديالي، بغيتكم تبارطاجيو فيديو مع العائله ومع الاصدقاء. موديلات واعرين ديال الصيف، طيبات مبردين ونبداو يخسر طيبات. شوفوا الصالة دائما الايفاز اللي ما كتحشمناش يا اختي، والموديلات لعوريه، موديل انستكس، موديل البنات، مازال ان شاء الله خدامين في موديلات اخرين غادي نبارطاجي معكم اليوم. المهم ما غنكثرش عليكم بزاف، ندير لكم موديلات خفافين، داكشي اللي كتطلبوا داكشي اللي كتبغيو. التوصيل راه داخل المغرب وخارج المغرب البنات، بالنسبه لداخل المغرب 50 درهم، بالنسبه لخارج المغرب على حساب واش فلاجونس او لا فلابوست او لا. مرحبا بكم والف مرحبا، اللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها لنا في الواتساب على الرقم اللي طالع البنات لكم في الفيديو. مرحبا بكم، الطلبيات ديالكم البنات اللي كنت عطلت عليهم او لا ما جاوبتوش او لا، عاودوا صيفطوا لنا ميساج. دابا راه معايا فدوه اللي غادي تبقى تجاوب لكم لي كوموند البنات، فمرحبا بكم والف مرحبا. كويدات ديالي هانتوا معايا، هذا الموديل اختي، شوفوا كيف داير فريفرات كي جا كندا. واعر ندى عليا وحده او البيضه فين هي؟ البيضه الفوق ها، وهذه تاهي بالطيره كحال زوين. شتو ندى ونوران درت ليهم في البيض في بلونكاسي، بنتو بديت بالبيض بلونكاسي، شتو كيف دايرين البنات؟ واعر موديلات سامبل بحال الكسيوة هادو البنات، راه تحلفي عليهم انهم ماشي بيجامة، هادي الا خرجتي بها غادي كسيوة. هادو بالنسبة للبنات يعني بحال المحجبات، بحال لانهم طوالين شفتو، هادي بحال دابا البنات اللي كيبغيو يسافروا في هاد الصيف عند العائلة ديال الراجل ديالهم او لا يجيو عندهم ضيافين كيبغيو يلبسوا شي حاجة مستورة، بغيتي تخرجي اختي، بغيتي تمشي للطبيعة، بغيتي تمشي للبحر تقابلي وليداتك، عوض ما تبغي تلبسي شي كسوة اللي تشدلك فيها الرملة ولا بعدكش مع التقزاب، ولا تلبسي هاد الكسيوات هادو اللي هما في نفس الوقت بيجامات زوينين. شوفوا انا درت لها التصنيديلة هادي اللي كنت قديت، التصنيديلات بحال ما هكاها، هادي ما حتى شي واحد ما يقول لك انها بيجامة لانها كتبان كسيوة، كسيوة بيجامة اللي بغيتي. مرحبا بكم الف مرحبا، الثمن 150 درهم البنات، 150 درهم، توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. نويدة نويدة الفينيدة، ندوزو دابا موديل اخر للندى، يلا سير كويدات موديل اخر ولون اخر دائما مع محبوب الجماهير فاندي. هذا البنات كنت صايبت لكم اللون الكحل واللون غوز فوشيا واللون الزرق، فلقى واحد الاقبال كبير بزاف، كلشي الناس عجبهم، خصوصا ان هادو البنات راهم رطيبين والاشاره، فراه هاد التواب هادو كنصبنوهم قبل ما نخيطوهم، يعني كنصبنوهم في الاول صبن ورد، غير هوايا الحاجه اللي غنقول لكم يا اما يتصبنوا ويداروا بالماء ديالهم ويتنشروا او لا يتصلحوا، لان راكم عارفين التوب ديال الخيط راه ضروري كيتكمش مع الصابون، خصوصا الا درتو في الماكينه الصابون ولا مع الحوايج وما نشرتوش مزيان، ما يعني ما نفضتوش وعاد نشرتوه مقاد فراه كيبقى مكمش. اما حنايا حنا كنصبنوه في الاول قبل ما نخيطوه لكم البنات. المهم ها انتم الموديل كيف داير، كيجي سامبل قلت لكم بحال شكل كسيوه خفيفه سامبل البنات، فيه وريده هنايا في الكحل وفي الكميمات بحال ما هكا، ودائما مع الصاله الايفاز البنات، الثمن كيبقى 150 درهم، 150 درهم توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. بالنسبه للبنات
اللي بغاو الجمله فمرحبا بكم والف مرحبا. الجمله كتكون ابتداء من 10 البياسات الفوق البنات. شوفوا دابا موديل البنات رجعت لكم موديل اخر ولون اخر كيف ما كتشوفوا، هذا ديال شانيل. لا باقي عقلتوا عليه كنت درتو لكم في شانيل يعني صغيره، دابا ها هي اختي كبرات شانيل كبرات من العام اللي فات لهذا العام كبرات يا اختي شفتوا. المهم هاد الموديلات هادو لانهم مطلوبين بزاف البنات كيجيو زوينين. شوفوا ليا لي ديتاي ديالهم اليديات كيفاش كيجيو، شوفوا شفتوا يعني اللي عندها الدرعات شوفوا ايفاز البنات. هادي اللي انا لابسه دابا راه غير ال، كاين ال اكس ال دوبل اكس ال وكاين فيه حتى 3 اكس ال، غير هو البنات راه كتكون كونتيتي محدوده. سارعوا اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، صيفط لنا في الواتساب تصور لي غير الموديلات البنات باش ندوزو لكم لي كوموند. تصور لي الموديل بحال مثلا هذا الموديل اللي قبل منه سميتو، كل موديل تكتب لي تحت منه بغيت الطيل ال بغيت الاكس ال بغيت باش ندوزو لها لي كوموند. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش لي طاي ديالهم كيشدوا الكسوه بحال ما هكا يعني شي كسوه ولا جلابه كتلبسوها ولا شي حاجه كتحطيها كتسرحي على شي بونجه ولا طبله وكتشدي العبار من الباط من هنا. هذا هو الباط البنات لهنايا الباط والباط. بحال دابا هذه دابا فيها ال كتكون عندنا من هنا لهنا ديك 58، المهم ديك 57 58، المهم هذا هو العبار ديال ال اكس ال كتكون 60 فهمتوا، والدوبل اكس ال كتكون عاوتاني ديك 64 بحال ما هكاك، والتروا اكس ال كتكون 70 68. المهم هذا هما العبارات البنات اللي ما عارفينش لي طاي ديالكم سرحوا اي حاجه كتلبسوها وشدوا من الباط للباط اولا من الباط للربع الا كانت جلابه ولا كيكون فيها هنايا الخياطه كتكوني عارفه الربع ديال الصدر ديالك. المهم هذا هو الكبيدات ديالي، هذه حتى هي كتبقى 150 درهم 150 درهم توب. راه حنايا كنصبنوا قبل ما نخيطوا باش هكذا ملي تديوها وتصبنوها نتوما ما تقفش لكم تتبقى في نفس يعني الطاي ديال اللي خديتوها بها كتبقى ما كتقفز ما والو. 150 درهم توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. هذه مازال فيها لون اخر غادي نصوروا لكم. كبيدات رجعت لكم بلون اخر لورونج واعر 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 كيحمق، ودوماج ان كاين فيه غير كونفيتي قليله حيت هذا توب صراحة كنت واخداه شحال هادي باش يلا خديتو تيكون عندي ستوك ديال التواب فما بقيتش لقيت خوه فهاد لورونج هذا، ولكن الصراحة راه زويون بزاف. كاينين تويبات اخرين كاين عرفتو هادو مبردين واعرين واعرين البنات. وهادو دابا شوفو انايا كيف ما قلت لكم شوفو دايره مع السميليله شوفو واش كتبان ولا لا، غنهبط لكم باش تشوفو. شوفي دابا هانت نوريلك هانت سميريلا بحال هكا مع بيجاما لا مع الكسيوة. هادي دابا راه تخرجي انا كون كنت حدا البحر ولا سميتو كتخرجي كدوري كتساري مع راساتك يعني ما مقزبة ما والو محتارمة زويونة كتخرجي الوليدات يلعبو كتبقاي نتي بعدا اصلا مرتاحة فيها كيدخل لك البرد مغربيه مرتاحه فيها زويونه كتلعبي في الرمله تلعبي. المهم هذه صيفيه بامتياز يعني كاع الموديلات اللي كندير لكم البنات فهما صيفيين بامتياز كتلبسيهم وانتي مغربيه فيهم ومرتاحه فيهم دوزي فيهم الصيف مبرعه من داك الشيء الرفيع البنات. المهم هذه حتى هي الثمن ديالها 150 درهم البنات. ان نوري لكم واحد الموديل اخر المهم انا نشوف لكم شنو اللي مازال في السلعه غادي نقول لكم اشنو لي طاي اللي فيهم حيت بحال دابا هادشي اللي غادي نوري لكم الاخر كان صايب الكوموند قبل ما نصور معكم الفيديو كيكونوا الكليانات بحال ما هكا كتبغي هاد لي طاي ولا هادي ولا هادي وكتقول لي صوري لي شي موديلات اخرين مازال ما حطيتيهمش كنبدا نبيع قبل ما نصور لكم يعني فيهم الكونتيتي قليله شويه ولاني غادي ندوزهم معكم البنات غادي نصور لكم دابا موديلات اخرين حتى هما مبردين البنات في انتظار جديد. غنحط لكم حتى القفطان البنات اللي كيبغيو قفيطنات مبردين ديال هاد الصيف هادو موديلات زويونين اللي بغيتو تحضروا لشي مناسبه واخا تاع العراسه ديال اختي قلو
خاصي عرض علينا شي واحد للعرس. المهم البنات قفيطنات اللي غادي يكونوا خفيفين وزويونين ومبردين، وغنحط لكم حتى موديلات جداد ديال الجلابه، لان بزاف البنات كيطلبوها ليا، وانا الصراحه انا مابقاوش عندي الجلابه وما بقاش عندي حتى الفاطن، ولكن غادي ندخلهم على قبل المتتبعات الكبيدات ديالي. كبدايات لبست وكنشوف فيها لان كل شيء جاني مع الصنيديره البيضاء، كل شيء عجبني. المهم كبدات هاد الشومه، هاد البيجاما او الكسيوه او كيف ما كتشوفوا، اللون فيها الزويون كيحمق. كاين هاد اللون هذا، وكاين اللون ديالها بحال ازرق سماوي. المهم هذاك ما صورتوش حيت فيهم غير بياسات قلال، هذا حتى هويا فيه بياسات قلال البنات. هاد الشومه كيف ما كتشوفوا هادشي كلشي جاني مع الصنيديره البيضاء، كلشي جاني مع الصنيديره البيضاء. المهم البنات وفيهم هاد، فيهم العقيقات من هنا في اليدين، فيهم من هنايا. المهم متيسعين متيسعين وخفيفين زوينين هادو البنات. هذا فيه بحال الغوز، هادشي هاد المواج موج بالغوز، هو اللون ديالو غوز بيرد وفيه المواج بحال الغوز، وكاين كيف ما قلت لكم واحد اللون بحال ازرق سماوي. هادو البنات راه فيهم كونتيتي جد محدوده، يعني بياسات قلال، كتلقاي الال تلقاي الدوبل اكس ال اكس ال. المهم ماشي بحال كيف ما الاخرين اللي صورت لكم في اول فيديو كاين فيهم كونتيتي اللي مزيانه، هادو فيهم شي بياسات قلال. غادي نصور لكم حتى واحد الموديل اخر. كبيدات اخر موديل معنا واخر لوين اللي كيف ما قلت لكم فيه يعني كونتيتي قليله. هذا البنات فيه غير الال، بقاو فيه غير لي طاي الال اللي فيه، لحقاش قلت لكم لي طاي الاخرين يعني كنبعتهم قبل ما نصورهم. هذا البنات تاهو شوفوا، انا اختي فيها متر و 65. المهم البنات صحابات متر و 75 لا متر و 80 لا، هادو راه غايجيوكم مقزبين، انا كنقولها لكم من هنا حيت كاينين بزاف ديال البنات اللي ما كيقولوش لي بانهم طوالات بزاف. المهم مربوعة القد ديال كيكون الطول ديالها متر و 64 متر و 65، هذا هو مربوعة القد بحالي انا البنات. المهم كيجيو هما هذوك اللي قصارات كتقول لي صباح نقصي لنا من الطول ولا شي حاجه، اما اللي طوالات راه ما عنديش كي غندير لكم. المهم هادو هما اللي كيكون فيهم الطول، حيت هما اصلا ديال الصيف البنات كيكونوا مبردين وكيكونوا كيتلبسوا في الدار في الزنقه سميتو، فهذا هو الطول ديالهم اختي. شوفي هذا هو البنات، هذا اللون اللي قلت لكم كيف ما كيبان لكم في الكاميرا، ها انتمايا فيه حتى هويا العقيقات من هنايا، وفيه من اليدين كيبقى الثمن ديالو 150 درهم توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. هذا هو اخر لون واخر موديل معكم البنات، كنحط لكم ان شاء الله. كتبوا لي في التعليق خليو لي شنو اللي بغيتو نصبق لكم، الجلابه ولا القفطانه البنات، وموديلات اخرين عاوتاني ديال البيجاما انتظرونا في القريب العاجل. البنات اللي كيطلبوا الكسيوات، لان لاحظت فين ما كنلبس شي كسوه ولا شي حاجه كيجوني لي ميساج بزاف في هذا النيميرو هذا، على صباح جيبي لنا بحال هاد الكسيوات صباح، المهم تتخليو ليا الا بغيتو الكسيوات نجيبهم لكم ان شاء الله ونحطهم لكم. فمرحبا بكم او بالتعليقات ديالكم البنات، ومرحبا بالطلبيات ديالكم التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب. كيف ما قلت لكم الرقم للعمل فقط، اللي بغات شي حاجه تسكريني وتصيفط لنا في الواتساب. مرحبا بكم الكبدات ديالي، وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.